فهي تقفز أكثر من مترين، لا شيء يعيقها، وتهرب إلى بر الأمان. ولكن مع كسر في الكاحل لا يمكن للغزال الاعتماد على السرعة، لذا يجب أن يختبئ. يسمح لون غزال الكود له بالاختفاء بين الأشجار، لكن الغطاء النباتي يخفي أيضا نهج الحيوانات المفترسة. يشعر الغزال بالتهديد، لكن هذا متتبع خبير. وبوجود المتجسس طليقا، حتى أفضل تمويه لن يكون جيدا كفاية.